ماشي يلا كابتن سمير. قلت الله يرحمه ويغفر له. هنبص هنا على يلا كابتن سمير. كابتن سمير افضل رئيس نادي اتحاد جيل في التاريخ اللي فات كله. اللي بعده الله يرحمه ويغفر له. انا بوريت كابتن هاني ايقونه كبيره جدا. لا لا بالعكس، لا لا اتمنى اتمنى ان هو يعني يسمع مننا ما يسمعش من حد تاني، ويتمنى ان هو ما يبقاش في وسيط بينه وبين الناس وما يديش ودنه لحد يعني. اللي بعده كابتن شوبير. يعني مزيد من الهدوء، يعني اتمنى يبقى فيه هدوء، لان هو كابتن شوبير اللي بيحصل معاه انه ممكن يسخن ياخد قرارات سريعه، لكن هو هيفضل اخويا الكبير وهيفضل حبيبي وما اقدرش. لا ينفع يعني الوصف اللي حضرتك قاله، خلينا مع كابتن شوبير يعني ان يسخن فياخد قرارات سريعه. ينفع يعني في منصب رئيس اتحاد الكوره؟ في المنصب هيبقى اكيد هيبقى هيقدر، لانه كان برضه قبل كده وكيل لجنه الشباب والرياضه ويقدر لا يعني هو طبعا كامل احترامنا وتقديرنا، بس انا بتكلم على الوصف اللي حضرتك. ينفع لان هو بيدي مساحات، لكن هو ليه تاريخ كبير. ينفع كمان. ينفع لان هو بيدي مساحات في الاداره للناس. اللي بعد كابتن مجدي عبد الغني. بتوفيق يا كابتن الدوره دي. خلي بالك معانا هنا ممكن تلاقيه داخل عليه. يشرف اخويا الكبير كابتن مجدي، من جواه قلبه ابيض جدا، ومن جواه عنده يعني قريب وقريب للناس يعني. اللي بعده اشرف صبحي. صديق عزيز. صديق عزيز ومعالي الوزير. تطلب منه ايه كوزير للرياضه في التوقيت الحالي؟ اتمنى الرياضه تبقى صناعه في عهد حضرتك. حضرتك كراجل جيت بعد وزير بعتبره من افضل الوزراء اللي جم، واديت اداء ممتاز في ظروف صعبه جدا، ومستمر في في في, في ادائك وزياده ممتازه جدا، لكن مسانده شويه للصناعه ديت وتحويلها لصناعه حقيقيه. انت حضرتك خدت خطوات كويسه وربنا يوفقك ان شاء الله. اللي بعده شفت في العزاء بتاع الدمدلي وكنت هسلم عليه، وحشتنا كابتن، وبتوفيق، وهتفضل ايقونه وهتفضل رمز رموز الرياضه المصريه سواء في الكلاعب او كرئيس نادي في كل الاوقات. اللي بعده شبطة منصور. طبعا صديق واخويا الكبير، وانا خلال عملي في الاتحاد وخلال رئاسته لجنه الانديه اتعلمت منه كتير. والله والله كاريزما. هو حضرتك الهجوم اللي بيعمله ده خلاك هو جواه ما عندوش الكلام ده. هو حضرتك هو هادي يعني، هو من جواه هادي جدا، ولكن هو بيحاول ان هو طريقه اداره، لكن هو من جواه مركز جدا ومش منفعل داخليا، فدي اتعلمتها منه. مصطفى الشامي هنلاقيه يعني فتره من الفترات رئيس لنادي بلدات المحله ولا لا؟ طموح مشروع يعني مصطفى امين صندوق الدوره ديت، لكن طبعا في وجود الناس الكبار. احنا دايما لما بنشتغل المنصب نفسه عمره ما بيبقى الاساس، فما ينفعش ان احنا ولا تعودنا على الانتهازيه ولا تعودنا على الاستغلال، لكن هو في رئيس موجود وكبير في السن وبيكمل دورته. لو هو له رغبه انه ينزل تاني مستحيل مصطفى هينزل قصاده، مع انه ممكن ينزل وينجح عادي جدا الحمد لله فضل ربنا باسمه، لكن احنا ما عمرنا بنشتغل كده. لا انا بتكلم على طموحاته. طموحاته بس في وجود في حاله اعتذار رئيس النادي عن الاداره اعتقد، لكن لو نوى رئيس النادي انه يكمل اعتقد مصطفى يكمل معاه. ممكن نلاقي نادي البلديه مره ثانيه في الدوري الممتاز ولا صعب؟ اكيد اكيد قريب جدا 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 يطلع غزل المحله ويطلع البلديه ان شاء الله. حاج محمود الشامي نورتنا وشرفتنا. انا متشكر جدا، واتمنى نكون يعني بعد طول شوق. انت كنت وحشني جدا. ربنا يخليك. وحشني جدا يعني.